بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هذه سخرية وضبيحة. تو كما كلاب الشرق والغرب اللي عندهم مال حرام على حساب الكرم وحساب اللي يدعون الإسلام بالباطل، يقول ربي أم عندهم، هل قاعدين يقاموا في الدعوة الإسلامية، أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ يعني يوم عندهم خزائن كلها لا تحصى ولا تعد ولا يعلم ما حوته تلك الخزائن، أم لهم، أيوه، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب القاهر 100%، والوهاب هو الوحيد اللي يهب ما أراد أن يهبه لخلقه، إما سعادة بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان والإحسان، ولا شقاء لمن هم سوى ذلك. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا الأسباب. إذا كان أنتم الملك للسماوات والأرض، اللي بعد شرب مشي تحدث عن بعض حقائق السماوات، يقول فليرتقوا الأسباب، بما أن الملك السماوات لكم والأرض، أي ما لا ورينا كيفاش ترتقوا في السماوات، ورينا يعني ملك لكم، دونك أنتم قادرين بس تجولوا بها. هنا نصيحة وشهادة بأنهم أهل خسران وأهل أذرع مكسرة، نسأل الله السلامة.